مرحبا، أنا أخصائي التغذية دانا بردقجي فاعوري. اليوم رح نحكي عن واحد من أنواع الرجيمات اللي انشهر مؤخراً، واللي هو رجيم عذاري. طبعاً إحنا كأخصائيين تغذية عادة ننصح الأشخاص بتناول نظام غذائي معتدل ومنوع، يعني النظام الغذائي لازم دايماً يحتوي على تشكيلة من الخضروات، الفواكه، البروتينات، منتجات الحليب والنشويات، بحيث أنه يحصل الجسم على جميع المكونات وجميع المواد والعناصر الغذائية الأساسية اللي الجسم بيحتاجها بشكل يومي. مثل هيك نوع من الرجيم اللي بيحتوي على كميات عالية من البروتين وكميات جدا قليلة من النشويات ممكن يؤدي إلى بعض المشاكل اللي يعاني منها الأشخاص، كل واحد على اختلاف جسمه. يعني بعض الأشخاص ممكن زيادة تناول البروتين تعمل مشكلة بالكليتين، يصير فيها وجع، أو ممكن يكون تكون للحصى بسبب تناول البروتين بكميات عالية. بعض الأشخاص ممكن نقص الكربوهيدرات يؤدي لهبوط السكر عندهم بعد فترة، ويحسوا بالدوار والتعب والإرهاق. فعشان هيك دائما نصيحتي للأشخاص اللي عم بيحاولوا ينزلوا وزنهم اتباع موضوع تنزيل الوزن عند أخصائي تغذية، زي ما قلت، بشكل منتظم منوع وبيحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة للجسم.